منطقة السفينة حبيبي، هذه كانت يسموها سوق البرمكي. فسابقا كانت تجي سفينة هنا تجيب البضاعة مال العباسيين والهاي. فالعالم وين رايحة للسفينة؟ منين جاية للسفينة؟ فمشيت عليها منطقة السفينة. أقدم منطقة هي بالأعظمية هي والنصة. مساحتها من إمام الأعظم كانت بالأول إلى مستشفى النعمان. بالعصر الحديث لا حددوها، فتبدي من عندنا من منطقتنا إلى 310 كأرقام محلاتها.